في الأحساب بمشاركة أكثر من 100 متطوع. أطلق التجمع الصحي حملة توعية ميدانية تحت شعار خليك واعي، تزامنا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، لرفع مستوى الوعي الصحي والتأكيد أيضا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في المجمعات والمراكز أيضا التجارية والأسواق وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي. ولتفاصيل أكثر مع مراسل الإخبارية بالإحساء محمد عبد اللطيف. محمد مرحبا فيك، كلمنا في البداية وكل عام بخير طبعا، كلمنا عن حملة خليك واعي وأيضا جهود التوعية بالإحساء. كل عام انت بخير فيصل، وكل عام والسادة المشاهدين وأيضا الزملاء في الاستوديو ينعاد عليكم وأنتم بصحة وعافية دائما وأبدا. كما تعلم فيصل ويعلم السادة المشاهدين، يعني في الأيام هذه، أيام عيد الفطر أو عفوا عيد الأضحى المبارك، تكثر التجمعات وتكثر المناسبات في عديد من المواقع، مثلا في المجمعات التجارية، وكذلك أيضا على مستوى قاعات الأفراح ومجالس الأسر وغيرها من المواقع مثل المتنزهات والمدن السياحية. بالتالي من هذا المنطلق قام التجمع الصحي بمحافظة الأحساء بإطلاق هذه الحملة وهي خليك واعي لتعزيز دورها في تقديم الخدمة المجتمعية. دعني فيصل أعرف السادة المشاهدين عن هذه الحملة من خلال ضيفي الأستاذ يعقوب الهاجري، أحد المشرفين على هذه الحملة. أهلا بك أستاذ يعقوب، لو تطلعنا عن تفاصيل هذه الحملة وأهدافها. حياك الله أخوي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، حملة خليك واعي هي أحد الحملات أو المبادرات التي يطلقها التجمع الصحي بالأحساء. طبعا هدف أخي محمد هي إيصال رسالة إلى إدارات المجمعات التجارية وكذلك المقاهي والمطاعم، أضف إلى ذلك أيضا المنتجعات وقصور الأفراح، المساجد كذلك والجوامع، أيضا مجالس الأسر، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي أخي محمد، أيضا التأكيد على تطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا كوفيد 19. طبعا الحملة أخوي محمد انطلقت الاثنين الماضي 20 يوليو، ومستمرة بحول الله إلى منتصف الشهر القادم 15 أغسطس. انضم للحملة ما يقارب 100 متطوع ومتطوعة، وما شاء الله العمل يعني قائم. الجميل أخي محمد أن انضم للحملة كثير من المجمعات خلال 6 أيام الماضية فقط، يعني لو جينا نحصر أخي محمد كمجمعات تجارية ومراكز ممكن تعدى الرقم 25، أيضا المقاهي والمطاعم وصل إلى الرقم 35 أو 40 مقهى ومطعم، أيضا الأسر 15 أسرة، كذلك المنتجعات والصالات الأفراح وصل إلى الرقم 40، أيضا الأندية هنا في الأحساء ناديين أيضا انضموا للحملة، وكلهم تفاعل ومرونة في العملية أخي محمد. بما يتعلق بقاعات الأفراح أستاذ يعقوب، كيف آلية التواصل مع أصحاب القاعات وأصحاب المناسبة؟ هل هي عملية يعني إجبارية أم هناك تعاون مسبق؟ كيف، حدثني عن هذا هذه النقطة بالذات. جميل. طبعا هناك عدة أقسام مقسم المتطوعين مجموعات. مجموعة كانت تتواصل مع إدارات قصور الأفراح والمنتجعات، رأينا مرونة وتعاون منقطع النظير حقيقة من تلك الإدارات، أيضا قاموا بتزويدنا ببعض أرقام من سيقومون بإجراء بعض المناسبات سواء العائلية وغيرها من أجل التنسيق معهم لتنظيم تلك المناسبات من عملية الدخول. شكرا أستاذ يعقوب الهاجري، أحد المشرفين على حملة خليك واعي. فيصل، في الحقيقة يعني نتحدث عن جهود التجمع الصحي خلال الأيام الماضية، نتكلم عن هذه الحملة وعديد من المبادرات السابقة منذ بدء العمل في هذا التجمع الذي قدم العديد من الخدمات في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا. نتحدث أيضا خلال الأسبوع الماضي قد بدأ يعني العمل في التوسع في مراكز تأكد، حيث تم
تم زيادة العملية التوسعية لأعداد العينات وكذلك عدد المراكز والمسارات التي يستقبلها هذا المركز. جهود كبيرة حقيقة يشكر عليها تجمع الصحي محافظة الأحساء، ونتمنى السلامة في الحقيقة لأهالي الأحساء وزوارها وأيضا المقيمين فيها. نعم، أعود إليك فيصل. نعم، مراسل الإخبارية بالأحساء محمد، شكرا جزيلا لك.